جزاكم الله خيرا. يقول: يوم العيد تذهب أمي إلى القبور وتوزع الكعك وغيره، وتقول إنه على روح فلان، فما هي نصيحتكم في ذلك، علما بأنهم ينذرون النذور إلى الشيخ فلان ويفعلون الأفاعيل هناك، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ أولا، ذهاب النساء لزيارة القبور محرمة ومنكر، لأن النساء منهيات عن زيارة القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور. وأيضا تخصيص يوم العيد لزيارة القبور هذا لا أصل له، فهو بدعة. زيارة القبور بالنسبة للرجال مشروعة في كل وقت، ولا تخصص بيوم معين إلا بدليل. تخصيصها بيوم العيد لا دليل عليه، فهي مشروعة للرجال في أي وقت، ولا يخصص يوم العيد. ثالثا، ما ذكرته وهو أعظم وأطم، هو النذر للقبور، توزيع الكعك تقربا إليها أو توزيع الأطعمة تقربا إلى القبور، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، يخرج من الملة. فإن النذر للقبور، النذر للأموات، صرف لنوع من العبادة لهم، لأن النذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة للمخلوق سواء كان حيا أو ميتا، والنذر نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز صرفه للمخلوق. ومن نذر للقبر أو للميت فإنه قد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفوا دينهم ويخلصوا لله في عقيدتهم. إنما زيارة القبور شرعت للرجال بشروط: أولا، أن يكون ذلك بدون سفر لمن هو في البلد. أما أن يسافر لأجل زيارة قبر أو زيارة قبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره ولا قبور الأولياء، لا يجوز السفر لزيارة القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فتشد الرحال لهذه المساجد الثلاثة لما لها من الفضل، من أجل أن يصلي فيها ويتعبد فيها. أما السفر لأجل زيارة القبور فإنها محرمة، لأنها وسيلة إلى الشرك والغلو في القبور. ثانيا، أن يكون القصد من زيارة القبور الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات والاستغفار لهم، هذا هو القصد. ليس القصد من زيارة القبور تبرك بها أو طلب الحوائج من أصحابها أو الاستغاثة بالأموات أو النذر للأموات باعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، هذا شرك أكبر كما سبق. ثالثا، ألا أن يكون ذلك خاصا بالرجال، تكون زيارة القبور خاصة بالرجال دون النساء. أما النساء فإنها لا تزور القبور بحال من الأحوال. نعم.